جنينة إيبور قبل كده؟ أحد أهم البرديات في الزمن الفرعوني واللي تم اكتشافها في مصر في القرن ال18 واللي موجودة لحد دلوقتي في الخارج. هل حد فيكم يعرف البردية دي قصتها إيه؟ وليه بردية مهمة جدا بتتكلم عن حدث أو يوم من أصعب الأيام اللي مر في التاريخ المصري كله، أو خلينا نقول فترة زمنية قصيرة كانت من أهم الفترات اللي مرت في تاريخ مصر القديم، تعد لحظة فارقة في التاريخ البشري كله، ورغم كده بيحاولوا ينكروها، يبيدوها، يتغلصموا عليها، يخفوها من الوجود بكل الطرق. يا ترى إيه سر بردية إيبور؟ ويا ترى ليه عاوزين يدفنوها؟ نتجمع مع بعض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتجمع كده ونتكلم عن بردية إيبور. بردية مهمة جدا. طبعا احنا متعودين ان في الزمن القديم ناس كتير بتشكك، ناس كتير بتكلمني على في التعليقات ويقولوا لي انت بتجيب الكلام ده منين؟ ايه مصلحة اللي بيزيفوا التاريخ ان هم يدمروا لنا تاريخنا او ينكروا تاريخنا وان هم يقولوا لنا تاريخ مزيف؟ ناس كتير مش قادرة تصدق، وانا اعذرهم لان الناس دي طبيعي دماغها اتملت بالمعلومات عشرات السنين، ينظروا يمينا شمالا فوق تحت في كل اتجاه، ما بيشوفوش غير معلومات محددة، أصبحت عندهم معلومات مقدسة. النهاردة هنكشف لكم وبالدليل ازاي هم بيقدروا يخفوا الدلائل والإثباتات اللي بتقول ان التاريخ اللي هم وضعوه مزيف. دايما كان في سؤال بنسأله لنفسنا، ازاي انبياء الله لم يذكروا نهائيا في التاريخ الحال اللي احنا بندرسه حاليا لجميع الدول؟ مصر كان فيها انبياء، سيدنا يوسف زرع سيدنا ابراهيم، زرع سيدنا يعقوب، سيدنا موسى منها، سيدنا هود، انبياء كتير جدا كانوا في مصر، اليمن، العراق، الشام، انبياء كتير جدا كانوا في المنطقة العربية حاليا. طيب الانبياء دول ازاي في الفترة اللي هم عصروها كانت الامم او الحضارات اللي موجودة في الزمن ده بيسجلوا كل شيء، كل شيء. يعني مثلا سيدنا موسى، سيدنا يوسف، سيدنا ابراهيم عصروا الحضارة الفرعونية في مصر، او ما يسمى بالحضارة الفرعونية او عصر الاسرات. والحضارة الفرعونية كانوا بيسجلوا كل شيء، كل شيء. كانوا بيسجلوا حتى عملوا الفسيخ ازاي، مفيش ولا كلمة على نبي منهم. نفس القصة برضو سيدنا ابراهيم في العراق، سيدنا لوط في منطقة الشام، كل الأنبياء لم يتم ذكرهم نهائيا في التاريخ اللي احنا بندرسه دلوقتي. ايه السبب ان لا يتم ذكرهم نهائيا؟ بردية النهاردة جبناها لكم، البردية دي بتتكلم عن حدث عظيم، حدث في تاريخ مصر الفرعوني ذكرته كتب الدينية على رأسها طبعا القرآن الكريم، ثم ذكرها التوراة وذكرتها الكتب القديمة بشكل عام، لكنهم بيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يخفوها، ينكروها، ومفيش حد عارف إيه السبب. لما ما قدروش إن هم يطعنوا في البردية أو في أصالتها أو في إنها بتعود فعلا للعصر الفرعوني وإنها بردية أثرية وإنها بتتكلم عن حدث حقيقي، بدأ إن هم يلعبوا في التواريخ بتاعتها ويقولوا لا ده هي بترجع لزمن قبل، لا ده زمن بعد، ده زمن، بدأوا يخرفوا. هي البردية اللي معانا النهارده بردية إيبور. بس يا ريت لو الصوت والصورة كويسين تعرفوني علشان لو في أي مشكلة أظبطها قبل ما نبدأ البس. ويا ريت برضو اللي هيدخل معانا دلوقتي يعمل لايك. احنا الحمد لله ربنا نجانا امبارح من البث المباشر اللي عملناه امبارح، ربنا نجانا منه، انا كنت قلقان، الحمد لله ما حصلش اي حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس اونلاين او ابو الهول، وليد ابو الهول، الصوت كويس، ربنا يبارك لك والصور. طيب نبدا نتكلم عن البرديه الشهيره دي وتاريخها ايه، والبرديه دي ذكرت ايه بالظبط، وتنبهوا لكل كلمه لان كل كلمه ذكرت في البرديه هتطرق في رأسكم نقطة مهمة أو هتذكركم بشيء مهم. البردية دي بترجع
للقرن ال18 او القرن الثامن عشر تم اكتشاف البردية دي. اتكتبت في القرن ال16 وال15 قبل الميلاد في منطقة منفيس، وجدوها في منطقة الأهرامات، احد المنقبين وجدها. طبعا البردية دي موجودة حاليا في المتحف الآثار الوطني في ليدن في هولندا. ايه اللي وصلها لهناك؟ خير اللهم اجعله خير. سنة 1828 حد باعها لرجل، اجيب لكم اسمه، حد من مصر، ما تعرفش الحد ده مين، باعها لرجل اسمه جيوفاني انستاسي، ده كان القنصل السويدي في مصر عام 1828. طبعا مسموح لكم تضحكوا زي ما انتوا عايزين. سبحان الله، القنصل السويدي في مصر اشترى بردية بتذكر جزء مهم جدا 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 في تاريخ مصر، بل في تاريخ البشرية بالكامل، وأعطاها للمتحف، اداها طبعا لبلاده، وهي حاليا في المتحف ليدن بهولندا. اشتراها بحر ماله، احلى من الشرف مفيش. لا مفيش صور الانبياء مسكن، لا الانبياء في، ممكن سيدنا يوسف ماشي، هل طبعا كله بفضل الله. سيدنا يوسف ممكن هعمل لكم عنه موضوع يحمل الشك، بس انا مستني ان شاء الله لما نحدث الامكانيات، علشان الصور هتكون مهمه. اما الصور للانبياء فلا، مفيش، هو يمكن سيدنا يوسف بس، لكن باقي الانبياء لا، ليس لهم صور. البردية بتتكلم عن فترة زمنية مهمة جدا زي ما قلت لكم، عن طريق الراجل ده اللي هو جيوفاني انستاسي، فضل طبعا مخبيها فترة طويلة لغاية ما تم في الآخر إنها راحت للمتحف. النظرية دي، البردية دي بتتحدث عن صوت القلاقل، صوت القلاقل دي بتتكلم، أو واحد صاغها، واحد طبعا من المصريين القدماء اللي عاش إيبور، ده شخصية كان واحد مسؤول كبير وفي نفس الوقت كاتب وأديب. طبعا احنا عارفين زي ما درست الناس درست ان لم يكن يصل الى اعلى المراتب في مصر الا المهرة في الكتابة والمهرة في اللغة والمهرة في يعني الدرسين، اعلى دراسات زي في الزمن الحالي يعني. فده كان شاعر وكان كاتب وفي نفس الوقت كان احد المسؤولين في النظام المصري، بيتكلم مع والعياذ بالله، يعتقد ان هو يا بيتكلم مع واحد ميت يا بيتكلم مع الاله اللي كان بيعبده، هم مش عارفين هو بيكلم مين، لان هو اتكتب في البردية ما يسمى بصوت القلاقل، هم محاش عارف صوت القلاقل ده هو كان بيعبر بيه عن ايه. بيقول في البردية ان الصوت ده هزم الملك بجبروته وعناده، ده البردية كاتبه كده. احنا هنذكر طبعا البردية بالنص وحرفيا دلوقتي، بس لما الناس تتجمع ان شاء الله علشان اكبر عدد يقدر يتابع ويشوف البردية دي. بيقول ذلك الملك الذي نطق بالزور والبهتان. طبعا لما بتيجي تبحث في التاريخ المصري حسب الوثائق الرسمية اللي هم بيسموه تاريخ الفرعوني او عصر الاسرات، واحنا هنجيب لكم ان شاء الله في الفترة الزمنية الرابعة عصر الاسرات طبقا للتاريخ الرسمي وطبقا للتاريخ الحقيقي، وهتبقى دي اول مره تعمل في الانترنت تماما، يعني ان حد يقدر يجيب لكم، ودي خدت مجهود مني رهيب رهيب وايام طويله جدا في البحث علشان اقدر اجيب لكم التاريخ الحقيقي والتاريخ الرسمي وازاي بيتقابلوا. يعني فرعون موسى مين الملك اللي كان بيحكم مصر في الزمن ده في الحقيقه، فرعون سيدنا يوسف مين الملك اللي كان بيحكم مصر في الحقيقة، كل فترة في الفترة الزمنية دي. وأنا أصريت أن أنا أعمل هذا التشابك في الفترة الزمنية الرابعة دي، لأن هي الأقرب والأحدث واللي الناس تعرف عنها معلومات كتير، فعلشان كده أنا أصريت أوريكم المصادر هنا والمصادر هنا. في ناس كتير بتسألني تقول لي مصادرك إيه، طب أنا ما مش هذكر المصادر إلا في الفترة الزمنية الرابعة. ليه بقى؟ الحكمة من كده ايه؟ ان في ناس بتقدس التاريخ الرسمي، بتقدسه قدسية، فأي مصادر ايا كانت ايا كانت لو جبت لهم يعني والعياذ بالله مصادر موثقة من الملائكة، تعالى طبعا الملائكة عم يصفون،
لكن لو جبت لهم الموثقة من الملائكة ان دي المصادر الحقيقية مش هيصدقوا، خلاص هم مقتنعين بالتاريخ اللي فضلوا يدرسوه عشرات السنين. علشان كده انا اجلت ذكر المصادر كل الفترة اللي فاتت دي للفترة الزمنية الرابعة، لان تقريبا مفيش حد يعرف مصادر لاي تاريخ في الفترة الزمنية الرابعة، مفيش قبل كده على حد علمهم مفيش تاريخ طبقا للتاريخ الرسمي. الفترة الزمنية الرابعة اللي هي فيها الفراعنة، السومريين، الاشوريين، الفينيقيين، البابليين، الرسميين ما عندهمش اي تاريخ قبل كده، مفيش تاريخ معدوم عند ابنهم. علشان كده انا هجيب لكم المصادر الرسمية بالنزاهة بالعدل زي ما هم ذكروها، عشان لما اذكر لك المصادر الحقيقية بعد كده في نفس الحلقة تعرف القيمة، تعرف الفرق. لو جيت اقول لحد دلوقتي ده المصدر كتاب كذا او كتاب كذا، يقول لي مين دول؟ هو عنده اعتقاد ان التاريخ الرسمي اللي هو بيدرسه اللي بيقول خوفو وخفرع ومنقرع وتوت عنخ امون والكلام ده، الناس اللي كتبت التاريخ ده ناس منزهه، ناس لا تخطئ، ناس موثوقه، ناس كانت مثال للعدل والامانه. هتكتشفوا ان المصادر اللي تركن عليها العلماء والمؤرخين في الزمن الحالي، حتى المدرسين اللي بيدرسوا دراسات وتاريخ وجغرافيا، كلنا طبعا بندرس ورا بعض كده، هتشوفوا انها مصادر مهلهله. جيب لكم المصادر صوت وصوره، المصادر الرسميه، عشان لما اجي اذكر لكم بقى في الفتره الزمنيه الرابعه المصادر الحقيقيه تعرفوا قيمه دي من قيمه دي. لكن ان انا اذكر لكم المصادر دلوقتي ما فيش اي، هيبقى في استخفاف بيها. فعلشان كده في الفتره الزمنيه الرابعه زي ما هنذكر لكم باذن الله هتعرفوا ازاي التاريخ تم التلاعب بيه. طيب البرديه دي بتقول ايه؟ مفيش واحد مصري اتهم، ملك مصري اتهم بالزور والبهتان طبقا للتاريخ الرسمي نهائيا. مفيش حد اتهم بالزور والبهتان الا في القران الكريم والتوراه اللي هو فرعون مصر، او زي ما بيقولوا فرعون موسى. وعلى فكره يا جماعه فرعون مش لقب، ده هو اسمه فرعون، ليه أسماء تانية هنذكرها لكم في وقتها، لكن ده كان اسمه المرتبط بيه، اسمه الحقيقي. ليه أسماء تانية حقيقية برضو كانت موجودة في زمنه، لأن هو غير مصري، مش مصري، وكان بس بعد كده اتسمى فرعون، اتسمى اسم لما وصل لحكم مصر بقى اسمه فرعون، اسمه. فأغلب الناس ما كانتش بتنطق له أو تعرف له اسمه الأصل إيه. فرعون لم يكن لقب يطلق عليه، ده هو اسم اطلقه على نفسه، عشان بس الناس تبقى فاهمه النقطه دي. طيب البرديه الخطيره دي، التاريخ فعلا مزور، التاريخ مزور. هو الفايده من السلسله الكامله اللي احنا بنعملها دي ان احنا نكشف زيف التاريخ، وهنذكر لكم بالمصادر زي ما قلت لكم في بدايه الفتره الزمنيه الرابعه، علشان ده النقطه دي هتكون مهمه. وبعد كده الخمسة والستة والسبعة، وبعد كده هنبدأ نجمع لكم الصورة بإذن الله بعد ما نخلص الفترات الزمنية كلها، عشان يبقى عندنا موسوعة متكاملة في القناة. لا عادي، في أمير اليماني بيقول نقطة مهمة جدا، المفروض لا نقول الفراعنة بل المصريين القدماء. لا على فكرة أنا أختلف مع الناس اللي بتقول إن هم ما نقولش عليهم الفراعنة. بعض الناس هتقول لي هو فرعون واحد، هو فرعون موسى، معاك، بس اللي الناس ما تعرفوش ان كان في ملك اسمه فرعان. فرعان ده اللي قام عليه الطوفان ايام سيدنا نوح، ده كان بيحكم مصر. فرعان اتحول اللقب بتاعه، الاسم بتاعه، للقب فرعون على مر الزمان. فكان المصريين القدماء بيطلقوا لقب فرعون على كل حاكم مستبد او ظالم، لغاية ما جه فرعون بقى موسى وسمى نفسه بالاسم. فإن أنت تسمي الفترة الزمنية دي بالفراعنة مفيش فيها مشكلة خالص. ليه؟ لأن كان في الفترة دي بعض الحكام الجبابرة في الحقيقة، بعض الحكام الجبابرة، وكان في برضو بعض الحكام الموحدين بالله، وكل ده هنذكره في الفترة الزمنية الرابعة سواء في التاريخ الرسمي أو التاريخ الحقيقي. فمشكلة إن إحنا نسميهم فراعنة مفيش أي مشكلة، هم اسمهم ملوك، هما المفروض الاسم الحقيقي ملوك مصر في الفترة الزمنية دي. بس لأن محركات البحث، ولأن ارتبط في ذهن الناس
لقب الفراعنه او العصر الفرعوني، فما فيش مشكله ابدا ان احنا نطلق عليه الاسم، ما فيش فيها عيب او فيها مشكله، لان الله سبحانه وتعالى ذكر الاسماء في الدنيا بان هو لم ينزل بها من سلطان. يعني الاسماء ليست شيء مقدس. ممكن واحد يبقى اسمه محمد لكن طول حياته الناس بينادوله بعنطره مثلا، فما فيش مشكله ابدا ان هو ان اللقب اللي الناس اطلقته عليه هو بيعتز بيه، بيفضل الناس تناديله بيه لغايه ما اسمه الاصلي محمد بيتنسب. ما فيش مشكله ابدا ان انت تطلق، حتى لو كان الامر غير حقيقي، ان انت تطلق على فتره زمنيه معينه اسم يميزها الفتره بالكامل. الله يخليك، الله يخليك. فما فيش مشكله ابدا ان انت تطلق عليها لقب فراعنه. زي اخواننا المسيحيين لما سموا نفسهم اقباط، الاسم منافى للحقيقه تماما لان هم ليسوا اقباط. القبطي يعني مصري قديم، لفظ قبطي كان موجود حتى ايام بني اسرائيل في مصر، يعني ما كانش في مسيحيين اصلا في التاريخ البشري. كان المصريين العاديين بيسموهم قبط، وبني اسرائيل بيسموهم بني اسرائيل، فالاقباط هم المصريين القدماء. فجي الاخوه المسيحيين وسموا نفسهم اقباط، ما فيش مشكله، هو اسم، اسم يعني، ما انت عاوز تسمي نفسك الاسم اللي انت عايزه تسميه. فمحركات البحث لا تعترف الا بلقب العصر الفرعوني، الفراعنه، هكذا. الناس اللي بتبحث بتبحث بناء على نفس الاسم، بيبحثوا عن الفراعنه، الحضاره الفرعونيه، فلازم يكون في توافق. في ناس كتير بتزعل لما اجي اقول لهم المصريين القدماء بيزعلوا، لما باجي اقول العصر الفرعوني او الفراعنه بيزعلوا. ما بيزعلش لان هو ده اسم معترف به في هذا المكان. طيب نكمل البرديه، اظن عددنا بقى كويس ان احنا نتكلم في البرديه، لان البرديه دي مهمه جدا وبتكشف من الاخر للي هيفهم الليله، هتكشف الكذبه كلها، الكذبه كلها. لما تيجي تسال اي واحد من العلماء تقول له هات لي ذكر كده لسيدنا موسى، طب فرعون موسى، طب سيدنا يوسف، اي حد يقول لك مفيش، ما لهمش ذكر، ما لهمش ذكر خالص، مش موجودين، ما لهمش اي ذكر. طب احنا البرديه دي هتذكر لك حاجه غريبه جدا بتتوافق تماما مع الاحداث اللي حصلت في زمن سيدنا موسى وفرعون موسى، وكتبها احد اهم المسؤولين في زمن فرعون. طيب بتقول ايه بقى البرديه؟ البرديه دي بتصف معاناه مصر من كوارث طبيعيه وحاله من الفوضى قلبت مصر راسا على عقب، خلت الاغنياء فقراء والفقراء اغنياء، وحصل فيها ثوره العبيد او ثوره الخدم. وذكرت الضربات العشر. طبعا الضربات العشر ذكرت في القران الكريم وذكرت في التوراه. ايه الضربات العشر؟ هنذكر الضربات العشر الاول قبل ما نذكر الكلام اللي اتقال في البرديه. طبقا للقران الكريم، القران الكريم ذكر الضربات العشر وقال، نذكر بس الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، سوره الاعراف الايه 13، وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وفي الاخر طبعا فاغرقناهم في الايه 136، فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. زي ما قلت لك هنا الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم وتقريبا بنفس التطابق موجود في التوراه ان الله سبحانه وتعالى ارسل ابتلاءات على الشعب المصري في ذلك الزمان علشان فرعون والشعب المصري يهتدوا. طب ايه السبب؟ حابب ابين لكم نقطه قبل ما اتكلم على البرديه، نقطه مهمه جدا في التاريخ. التاريخ حصل فيه الاول في ايه، الايه دي كانت تايهه عن بالي شويه، فالايه انا جبتها. الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى بيكلم الامه، أمة سيدنا محمد، طبعا أمة سيدنا محمد من أول قريش لنهاية الزمان بمفهوم الزمن بتاعنا الحالي، بيقول وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. معشار يعني واحدة على عشرة. يعني الله سبحانه وتعالى بيخاطب أمة سيدنا محمد سواء قريش أو حتى كل الأمة سيدنا محمد، لأن القرآن الكريم طبعا خالد لنهاية الزمان، فبيحدث كل الأمة دي إن إحنا لم نبلغ معشار ما وصل إليه الأمم السابقة من علم.
تخيلوا آية صريحة في القرآن الكريم إن إحنا لم نبلغ معشار. شفتوا الوصف الإلهي معشار؟ يعني لما نيجي بقى لما أجي عشان لما باجي أتكلم وأذكر لكم العلم والأعاجيب اللي كانت في قوم الفترة الزمنية الثانية قوم عاد وما بعدهم والفترة الزمنية الأولى حضارة أطلانتس في مصر، وناس كتير تقولي دي قصص قبل النوم، ده قصص مش حقيقية، ده قصص خيالية، أنت بتألف من دماغك. الله سبحانه وتعالى بيقول لكم إن أنتوا ما بلغتوش معشار ما بلغ هؤلاء السابقين. فلو أنتوا متخيلين الحضارات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي معشار السابقين، السابقين كانوا عاملين ازاي؟ فلما اجي اقول لك كان في مرآة بتكشف العالم كله ما تستغربش. لما اجي اقول لك ان كان عندهم كورة بتنور مدينة كاملة ما تستغربش. لما اجي اقول لك ان كان عندهم آلات او روبوتات على شكل تماثيل بتقبض على المجرمين وبتقدر تكشف ما تستغربش. الله سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا ما بلغناش معشار 1/10 من علمهم، من علم السابقين. وهنجيب آيات تانية كتير من القرآن الكريم بتدل وبتؤكد هذا الكلام. وبالنسبة برضو لغير المسلمين هنجيب لكم من التوراة ومن الإنجيل ما يثبت نفس ما أتت به الآية الكريمة في القرآن الكريم. فطبعا الزمن السابق على فرعون مصر اللي هو فرعون موسى، بصوا بقى علشان نفنطها كده، قبل الطوفان كان عندهم علم سيدنا آدم، علم آدم الأسماء كلها. في ناس هتقول لي ده الأسماء بس، إيه ده كده وفكر أسماء بس إيه؟ يعني لو سيدنا آدم كان عارف باسم الذرة والقنبلة النووية هيبقى عارف الاسم ومش عارف هي إيه؟ يعني سيدنا آدم عارف باسم الذرة والإلكترون، عارف الاسم وعارف إن في قنبلة نووية وعارف الفضاء والمكوك والإنترنت، عارف أساميهم ومش عارف هم إيه؟ إيه فايدة إن هو يعرف أساميهم؟ الله سبحانه وتعالى ده احنا حتى في العلوم بتاعتنا العاديه لما بنيجي ننزل كده اختصار لاي حد كده نعرفه مجموعه اشياء بنكتب له دايما الاسم وبجانبه تعريف صغير كده يفهمه الاسم ده عباره عن ايه. فاكيد سيدنا ادم لما الله سبحانه وتعالى قال له او علمنا ادم الاسماء كلها، فسيدنا ادم يعني ولو خد فكره عن كل العلوم، فسيدنا ادم كان معاه علوم الهيه. بعد منه سيدنا إدريس نزلت العلوم الإلهية دي من إنها كانت بتتقال شفاهة إنها كتبت في كتاب أو في ألواح، ونبي الله إدريس أتى بالعلم الأكبر والأهم وهو علم النجوم والكواكب اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم وقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أهو ده العلم، الآية دي ده كان العلم بتاع سيدنا إدريس عليه السلام، واللي بناء عليه تطورت حضارة أطلانتس لأعظم الدرجات، وبناء عليه اتبنت الأهرامات، وبناء عليه البشر تجبروا وطغوا، وفي الاخر الله سبحانه وتعالى اهلكهم بالطوفان. ده العلم اللي كان موجود قبل الطوفان. طيب بعد الطوفان يجي بقى اهم حضاره اللي هي قوم عاد. قوم عاد وصل لهم بنسبه كبيره اغلب حضاره ما قبل الطوفان اللي هي حضاره أطلانتس عن طريق زي ما قلنا فيلمون الكاهن اللي اهداها المصريين زوج بنته بعد الطوفان. فيلمون ده كان موسوعه العلوم قبل الطوفان وآمن ونقلها لمصريين بعد الطوفان. انتقلت طبعا، فضلت تنتقل ليه؟ وصلت لقوم عاد. قوم عاد اجتمع عندهم علمين مش علم واحد. العلم ثلاث علوم عند قوم عاد. العلم الأول هو 70-80% من علوم حضارة أطلانتس. طبعا في جزء فقد، أكيد ما كانش في المون قادر على إنه يجمع العلم الكامل يعني. فخلينا نقول 60-70-80 على حسب القدر اللي اتنقل له من علوم ما قبل الطوفان. اتنقل له عن طريق البوتشير. البوتشير هتشوفوه ان شاء الله في الحلقات القادمه. البوتشير وقبل منه كفتويم. البوتشير ابن كفتويم. كفتويم ده الابليس بقى والشياطين نقلوا له السحر بتاع هاروت وماروت. كفتويم ده بنسبه كبيره هو الوجه اللي حكم مصر من نسخة المسيح الدجال أو أحد أتباعه في بعد الطوفان، لأنه عمل كل حاجة وعمل كل المعجزات اللي عملها أو بيعملها الأعور الدجال. كفتويم بعد منه البوتشير، هنا أضافوا للعلم اللي كان عند المصريين وكفتيم ابنه
العلم بتاع حضارة أطلانتس أضافوا ليه علوم هاروت وماروت أو سحر هاروت وماروت. كل ده راح ليه قوم عاد، وخصوصا في فترة شداد ابن عاد. اتجمع عندهم علم تالت بقى، اللي هو علم العلوم بقى اللي هي بتاعتهم، اللي هي العلوم البشرية، اللي هما بدأوا يطوروا العلوم بتاعتهم بقى ويتقدموا، لأنهم كانوا بيعيشوا أعمار طويلة وكانوا بيعيشوا. شداد ده حصل عليه الريح الصرصر العادية وعنده 900 سنة، 900 سنة يعني كان لسه هيعيش كمان، فكانت أعمارهم طويلة. فتخيلوا بشر بهذه الأحجام بهذه العقول بهذه العلوم هيعملوا إيه؟ هيطوروها إزاي؟ وعايشين فترة زمنية طويلة. إحنا في زماننا ده بنعيش 60 70 سنة وقدرنا نطور كثير من العلوم، ما بالكوا بقى هما اللي بيعيشوا 1000 سنة وعندهم طبعا أحجامهم ضخمة، فطبيعي حجم العقل عندهم ضخم، مع علوم متوارثة، علوم إلهية وعلوم بشرية وحتى علوم شيطانية زي علوم السحر اللي نزلت على هاروت وماروت. عندهم العلوم دي كلها، متوقعين إن هم كانوا بدو وعايشين كده في الصحراء، زي ما بيحاولوا يفهموكم إن هم كانوا عايشين في الأحقاف وعايشين في الرمال وكانوا بيركبوا الناقة. مفيش الكلام ده، كانت ناس متطورة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وأدق وصف وصفهم الآية القرآنية اللي ذكرتها لكم دلوقتي، إن إحنا مفيش عندنا معشار العلوم اللي كانت عندهم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوم عاد، وأنا هبقى أحمل لكم حلقة مخصصة لهذا الأمر، لما كان دايما بيوصفهم في القرآن الكريم كان بيوصفهم بوصف عجيب جدا. يعني مثلا لما نشوف الآيات اللي ذكرت القوة والشدة عند جميع الأقوام، كان أي قوم يقولوا من أشد منا قوة، كان ربنا يشبهه يقول لهم ان قوم عاد اشد منكم قوه، فربنا كان يقول لهم ايه؟ ان الم يعلموا ان يعني في معناه ان من هناك من هم اشد منهم قوه، بيتكلم يعني على عاد وثمود. الا عاد لما ربنا جه يكلم قوم عاد، وقوم عاد قالوا من اشد منا قوه، ربنا قال لهم انا اشد منكم، ما قارنهمش بحد، ما فيش حد اقوى منهم لا في الجسم ولا في العلم ولا في حاجه. لما ذكر العلوم الله سبحانه وتعالى قال لهم ان العلوم بتاعتكم من عندي، على عكس بقيه الاقوام، ان الله سبحانه وتعالى فهمهم ان العلوم اللي عندكم دي كانت علوم السابقين ووصلت لكم، وعلوم السابقين ما نفعتهمش يبقى مش هتنفعكم. الا قوم عاد، ربنا قال لهم ان علومكم دي من عندي، من عندي انا. فقوم عاد لا يقارنوا، طبعا قوم عاد اللي كانوا في مصر مش عاد اللي كانوا في شمال الجزيره العربيه، علشان الناس تفرق في قوم عاد ابناء حام، وفي قوم عاد أبناء سام أو أحفاد سام. قوم عاد اللي سكنوا شمال الجزيرة العربية واللي من سلالتهم ثمود اللي سكنوا شمال الجزيرة العربية، غير تماما قوم عاد اللي اتذكروا في القرآن أحفاد سيدنا نوح، أو خلينا نقول أحفاد مصريين ابن سيدنا حام ابن سيدنا نوح. نرجع بقى لفرعون مصر أو فرعون موسى، اتجمع عنده جزء من علوم قوم عاد توارثها، جزء من السحر برضو اللي كان عند قوم عاد من هاروت وماروت. علشان كده الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا سليمان من بعد سيدنا موسى ليوئد هذه الفتنة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن سيدنا موسى عليه السلام يواجه فرعون، واجهه في الحاجة اللي كانوا متفوقين فيها جدا، اللي هي السحر اللي ورثها موسى، قصدي اللي ورثها والعياذ بالله، استغفر الله العظيم، رب ورثها فرعون عن او ورثها المصريين في زمن الفراعنه عن اجدادهم من قوم عاد، وقوم عاد ورثوها عن هاروت وماروت. فالعلم ساعتها كان في العصر الفرعوني، نقدر نقول كده ان في زمن فرعون مصر كانت خارقه، مش بسبب ان هم عملوا حاجه، يعني مش بسبب ان الزمن الفرعوني عمل حاجه، لا ده كانوا خارقين. خارقين ليه؟ اتجمع عندهم كل شيء. يعني انت متخيل كده لما تبقى قاعد وكنوز الدنيا كلها تتفتح عليك، علوم الدنيا كلها تتفتح عليك، خيرات الدنيا كلها تتفتح عليك، تخيل النعيم اللي انت عايش فيه. علشان كده فرعون تجبر، قال انا والعياذ بالله، قال انا ربكم الاعلى. ما هو ايه في الدنيا موجود غير اللي عندي؟ ايه في الجنه غير اللي عندي؟ ده اعتقاده يعني. فعلشان كده فرعون تجبر، وعلشان كده الفتره الزمنيه دي كانت من اخطر الفترات الزمنيه في التاريخ. تخيلوا الفترة، تخيلوا سيدنا موسى قابل مين يا جماعة؟ ده سيدنا موسى قابل فرعون، قابل الخضر، قابل السامري، وقابل قارون. انتم متخيلين أربعة من أخطر الشخصيات في التاريخ
في الزمن ده بس. تخيلوا الزمن ده كان عامل ازاي؟ يعني زمن اتجمع فيه فرعون واتجمع فيه قارون اغنى رجل في التاريخ وريث كنوز قوم عاد، وانا بنذكرها لكم في وقتها مع السفينه المفقوده، هنحكي لكم الكلام ده في حلقه قادمه باذن الله، واتجمع مع السامري، السامري النسخه المعدله من الاعور الدجال والخضر. تخيلوا كل دول كانوا في زمنه، كانت فتره قويه جدا، فتره اتجمع فيها كل حاجه. احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده اللي احنا معتقدين فيه عن طريق التليفون والانترنت والتكنولوجيا والطيارات والعربيات ان احنا متطورين قوي، لا لا لا، ده البشريه عدت عليها فترات. لو تقدموا بالزمن وجم في زماننا ده هيشوفونا متخلفين خالص. فعلشان كده في زمن الفراعنه او زمن فرعون موسى كان تجبر الى اقصى درجه بسبب تلك العلوم الرهيبه اللي سلسله بني اسرائيل. طبعا انا سلسله بني اسرائيل طبعا هتيجي في الفتره الزمنيه الرابعه، هقول لك كل حاجه عنهم باذن الله. ايوه سيدنا يوسف، لا للتفاهه. ايوه يا جماعه يا ريت ما ننساش لا للتفاهه، ما تنسوش تعملوا اعجاب. واضح ان الضغط على الاعجاب في الحلقه اللي فاتت انقذني من ان هم، انا بصراحه بعد بس المباشر بتاع امبارح كانت بطني وجعاني، يعني انا قلت هصحى من النوم اللي هم ضربوني بالطيارات. لكن تفاعلكم وتواجدكم واللايك والمشاركه واللي عملتوه في امبارح خلاهم تقريبا تراجعوا. فيا ريت ما حدش ينسى دلوقتي، الله عليه الصلاه والسلام، ما حدش ينسى دلوقتي ان احنا ان هو يعمل الاعجاب. نكمل بقى عن البرديه دي، نتكلم بقى عن البرديه. بصوا بقى البرديه بتقول ايه. النص مش هذكر لكم الارقام، مش لازم الارقام، بتقول لقد دارت الارض كما لو كانت طبق طعام، اصابت دمار البلاد، ضرب الجفاف والضياع مصر، والضياع مصر وعم الخراب، وانقلبت المسكونه، وعمت سنوات من الفوضى لا نهاية لها. كلام ده منصوص في البردية، اللي عاوز يدخل على الترجمة الحرفية للبردية موجودة، أنا بقول لكم الترجمة الحرفية. وشوفوا الكلام ده إزاي بينطبق انطباق كامل على الأحداث اللي ذكرها لنا القرآن الكريم والتوراة على زمن سيدنا موسى، والأحداث اللي حصلت من المعجزات اللي أنزل الله على سيدنا موسى عقابا لفرعون وشعب مصر في الزمن ده، واللي هم بينكروا الحدث تماما، والبرديه دلوقتي بتقول لنا عليه. عمت سنوات من الفوضى لا نهايه لها، ها قد توقفت الفوضى وانتهت المعمعه. طبعا احنا عارفين ان في القران الكريم ان الله سبحانه وتعالى ادى فرصه تانية لفرعون بعد ما اصاب بالقمل والضفادع والدم والحاجات دي كلها بدا يصيب فرعون وشعب مصر. فرعون ذهب لسيدنا موسى وقال له، أذكر لكم أنا حديث جميل جدا في الفترة الزمنية الرابعة، خطير خطير يعني أول مرة تسمعوه. قال له إن أنا هأؤمن بيك بس ارفع هذا البلاء عن مصر. فسيدنا موسى دعا ربنا فأوقف البلاء، والراجل بيقول نفس الكلام، بعد ما عم البلاء توقفت الفوضى وانتهت المعمعة. طب لما فرعون نحس وعوده ورجع في كلامه بعد ما هامان لعب في دماغه بالليل، إيه اللي حصل؟ رجعت تاني المصائب، المصائب في كل مكان، والدم في كل مكان، كان الدم في أنحاء أرض مصر، تحول النهر إلى دم، نهر النيل طبعا، كل الماء الذي في النهر تحول إلى دم، عاف الناس شرب الماء وابتعدوا عنه وانتشر العطش. هذا هو نهرنا ومياه شربنا، هذا مصدر سعادتنا. احنا عارفين طبعا أن نهر النيل بداية من بعد قوم عاد، أو بعد اللي حصل لقوم عاد، نهر النيل كان مقدس تقديس كامل في مصر، لأنه فعلا سر الحياة مصر هبة النيل، مصر من غير النيل ملهوش وجود بعد قوم عاد، لأن قبل اللي حصل لقوم عاد، قوم عاد لم يكونوا في حاجة نهر النيل خالص، كان عندهم زي ترعة كده موجود بس مش مهم، لأن كان عندهم أنهار كتير، ومصر دي كلها كانت خضراء، صح، خضراء بالكامل. بعد قوم عاد مصر تحولت بسبب العقاب اللي نزل على قوم عاد، تحولت لصحراء، فمصر أصبحت بتعتمد اعتماد كلي على نهر النيل، حضارتها كلها على نهر النيل. فقال هذا مصدر سعادتنا، ماذا عسانا أن نفعل إزاء ذلك، الكل أصبح خراب. الورقة اللي بعدها بتقول خربت الأشجار وماتت،
ما عادت تثمر وما عادت الأرض تخرج الكلأ، الكلأ اللي هو القمح والشعير والحاجات دي. انتشرت الحرائق، اخترقت البوابات والأبنية والجدران، وبكت مصر. انعدمت مصادر العيش، خلت القصور من القمح والشعير والطيور والأسماك. فسدت وانعدمت الحبوب في كل مكان، كل ما كان بالأمس هنا موجودا بات غير موجود. أصاب الأرض التعب والخراب كما لو كانت أرض كتان قطعت أعواده. لا شيء هنا، لا ثمار ولا عشب، لا شيء سوى الجوع هنا. حتى مواشينا بكت قلوبها وناحت. انظر، ها هي الماشية تركت هائمة وليس من أحد يرعاها. كل رجل يصطاد لنفسه ما هي له. عم الظلام الأرض، وهام أولاد الأمراء يتخبطون بين الجدران. أولاد الأمراء، نركز، الدم والظلام وأبناء الأمراء. طبعا أبناء الأمراء اللي خرجوا مع فرعون وراء سيدنا موسى. ها هم أولاد الأمراء ملقون في الشوارع. عشان كده لما فرعون نادلهم وقال لهم تعالوا معايا ورا موسى، كله خرب بسبب القصة دي. حتى السجون خربت. كثيرون هم الذين يودعون إخوانهم التراب، يودعون إخوانهم التراب في كل ليلة، كل يوم مدافن، كل يوم ناس بتموت أو بقى. في كل مكان أنين ونواح وبكاء. هؤلاء الذين كانوا يركضون في غرفة التحنيط طرحوا هناك على أكواب القمامة. ما عادش حد فاضي يحنط، ما هو الموت ما عادش موت بقى طبيعي، عشان يموت اتنين تلاتة فنحنطه، ده وباء. ناس بقى بتموت بأعداد كبيرة جدا، فخلاص بندفن التراب، ما عادش فيه حد بيحنط. الكل هنا عظيم، كان أو صعلوك يتمنى الموت. يعني الناس كلها بتتمنى الموت، سواء كانوا ملوك، أمراء، نبلاء، أو حتى صعاليق من أفقر الناس في الشعب. هل سيبادر الرجال فلا تحمل النساء ولا تلد؟ وهل ستنعدم الحياة على الأرض ويتوقف الصخر؟ انظروا النار، ها هي قد ارتفعت عليها. الراجل ده كان حاضر، مش بيحكي عن حاجة حصلت أو بيحكي تاريخ. إيبور ده كان حاضر، كان شاهد عيان على اللي بيحصل. قد ذهبت صوب أعداء الأرض، ها هو الفرعون قد فقد في ظروف لم يحدث مثلها من قبل. طيب يا ترى الكلام ده بينطبق على ايه؟ فرعون فقد. فين في فراعنة التاريخ الرسمي؟ لان في التاريخ الحقيقي في ملوك فقدت كتير، اما في التاريخ الرسمي لم يفقد اي فرعون او ملك من ملوك مصر الا مفيش نهائي، لم يذكر ان في فرعون فقد. طب البرضية دي بتقول ان فرعون فقد، الملك فقد. طبعا القرآن الكريم قال ان فرعون فقد، غرق، خرج مرجعش، ده وجثته بعد عدة ايام فقد. طيب هل في التاريخ الرسمي اي شيء بيقول ان في فرعون من الفراعنة فقد؟ لا خالص نهائي، هتشوفوا انتوا العجب العجاب في التاريخ الرسمي. دم، هل في ابتلاء او حد ممكن يتخيل ان في عقاب يكون بدم؟ إن وباء أو غضب ينزل بدم؟ إيبور ده وصفه إزاي؟ القرآن الكريم، حتى أنا شخصيا يعني لما باجي أشوف إن الله سبحانه وتعالى أرسل الدم كعقاب على فرعون وقومه بستغرب على نوع العقاب. طبعا احنا عارفين إن ده كل حاجة، كل ما يجوا يشربوا الكوباية تحول اللي فيها دم، والنيل تحول لدم، وكل طبعا الدم ده معناه إن الحياة ماتت، هو النيل هو أساس الحياة في مصر. فكان عقاب غريب، عقاب إلهي 100%، علشان ما فيش حد من الناس اللي هم بيفسروا كل حاجة على كيفهم يقول لك لا لا ده تطور طبيعي من الطبيعة. الطبيعة حصل، لو كان ربنا أرسل زلزال كان قال لك ده زلزال الأرض الصخور، كان ربنا أرسل بركان كان قال لك بركان الأرض بتتنفس، كان أرسل رياح زي قوم عاد كان قال لك إعصار عادي. فهنا الله سبحانه وتعالى أرسل لهم نوع عقاب ليس له تفسير مادي، يعني لا يمكن ان الطبيعه تنتجه بنفسها اطلاقا اللي هو الدم. علشان كده من ضمن كل انواع العقاب اللي نزلت في الزمن ده ايبور ذكر الدم، لان الدم كان عقاب غريب، عقاب غير طبيعي،
ان انت تبقى ماسك كوبايه الميه كده وتتحول لدم في ايدك، ما تقدرش بقى هنا تفسر لي تفسير علمي وتفسير زي الجماعه اللي بيعبدوا اي حاجه دول او ما بيعبدوش، اللي كله اللي مصدعين دماغنا ليل نهار ويقول لك لا يوجد اله لا يوجد. طب مين اللي يقدر يعمل الدم ده؟ فسرهولي كده لما البلد كلها تبقى فيها دم، قول لي كده ايه التطور الطبيعي يعني. بتقول ان الانسان كان اصله سحليه وبعد كده اتطور وبقى خنفسه وبعد كده اتطور وبقى قرد وبعد كده اتطور وبقى بني ادم، فسر لي كده الدم ده جه منين؟ معجزه ربانيه بكل المقاييس، معجزه ليس لها مثيل، لا يوجد لها تفسير تدل على وحدانيه الاله بشكل تام. الطوفان ممكن الناس تقول لك عادي، ما الطوفان تطور طبيعي او شيء طبيعي بيحصل من الزلازل من بركته تسونامي طلع غرق البشر. هتيجي تقول لهم ريح الصرصر اعصار طلع دمر قوم معاه، عادي هيقعدوا يفسروا لك التفاسير المهلبيه اللي بيقعدوا يقولوها دي. طب الدم بقى هتفسره ازاي؟ هتقول ايه اللي حصل؟ غرق مصر من اولها لاخرها بالدم ونهر النيل اتحول لدم، ملهاش تفسير. علشان كده ده كان اهم شيء ذكره ايبور في البرديه بتاعته. برديه طبعا بتؤكد بما لا يدع مجال للشك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لا يدع مجال للشك ان في ان سيدنا موسى كان موجود وان فرعون مصر كان موجود وان الحادثه الرهيبه اللي ذكرت في القران الكريم وفي التوراه حصلت. طب انتوا دلوقتي لما برديه زي دي تعترفوا بيها وتعترفوا ان الحدث ده حصل واللي لا يوجد في تاريخكم الرسمي اللي بتدعوه اي شيء بيقول ان هو حصل او حتى من بعيد، فطبعا ده الكلام ده بياكد القران وبياكد برضه الكتب السماويه الاخرى. طب انت مضطر هنا بقى ترجع تعدل لي التاريخ بعد اذنك؟ لو انت بقى هات البرديه دي كده وتعالى نعدل بقى ونشوف، قول لي بقى هات لي الفتره الزمنيه دي في تاريخك. البرديه بتقول ان ده حصل، هات لي الكلام ده في تاريخك، مش موجود. موجود في القران، موجود في الكتب السماويه، مش موجود عندك. طب تعالى بقى نعدل، نبدا بقى يبقى في حد كده بقى يدور ورانا. طب ما الاريح ان احنا ننكر البرديه، بس هتنكر البرديه ازاي؟ البرديه مثبت علميا ان هي مكتوبه في زمن اللي حصل فيه الحادث. طيب نلعب فيها ازاي؟ نلعب في التاريخ. هي كانت ايام الهكسوس؟ لا، كانت بعد الهكسوس. لا، ما كانتش في زمن فرعون موسى، لا يوجد اصلا لا موسى ولا فرعون موسى. هي كانت موجوده في الزمن المتاخر؟ لا، ده كانت موجوده في الزمن العتيق. لا، ده كانت في زمن الملك مينا. لا، ده كانت. المهم ان انت دماغك تروح في اي حته بعيدا، ان هي دي اثبات يقيني على ان قصه سيدنا موسى مع فرعون حقيقيه وحدثت بالفعل والتاريخ بيشهد بيه. شفتوا بقى التاريخ بتاعكم بيتعمل فيه ايه؟ برديه واضحه وضوح السماء. طبعا انا مش عارف اوريها لكم دلوقتي، هي البرديه موجوده على الانترنت يعني مش مخفيه ولا حاجه، بس كعادتهم هي موجوده بس نركنها على جنب زي الفيديوهات بتاعتنا دي كده بالظبط. احنا بنتكلم في الحقيقه وفي التاريخ وفي وعي الناس والكلام ده، اركنه سيبه يتكلم بس اركنه على جنب. ايه يعني بتفرج عليه ايه؟ 1000 1000 ونص 2000 3 عادي. عندنا اصحابنا الناحيه الثانيه مسابقه الفلفل الحراق واخد 50 مليون مشاهده، سيبك منه بقى، يسيبك تتكلم بس نركنه في جنب. نسيب البرديه مش هنحرقها ولا ندمرها ولا نفرتكها ولا نعمل حاجه، بس اركنها في جنب ملهاش قيمه، مش هنتكلم عليها، مش هنسلط عليها الضوء. طب اللي هيسلط عليها الضوء هنركنه هو كمان، يلا كله يركن جنب بعض. عشان كده الحق مدفون، مدفون حرفيا كل شيء. ناس كتير بتقعد تقول لي انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت بتجيب الحاجات دي ازاي؟ عرفني مصادرك، انت بتخرف، انت والله الحقيقه باينه قدام عينيكم، مش محتاجيني حتى ان انا اكشفها. زي بالظبط اللي حصل من سحره فرعون، سحروا اعين الناس. الحقيقه حواليك في كل مكان، في كل مكان، انت لو بصيت يمينك شمالك فوقك تحتك قدامك وراك هتشوف الحقيقه. كل ما في الموضوع ان هم بالقدره الاعلاميه الرهيبه اللي بيمتلكوها سحروا عينيك، خلوك مش شايف حتى اللي قدامك، مش شايف اللي في ايدك، مش شايف اللي حواليك.
خلوك لو انت ماسك القلم يقدروا يخليوك تشوف القلم اللي في ايدك ده مصاصة. ايوه خلوك تشوف كل حاجة غير حاجة الحقيقة باينة. لا محتاجة فلان ولا علان عشان يبينها لك، احنا بنحاول بس هي الحقيقة باينة خالص، كل شيء باين حواليك. التاريخ المزيف، حتى تعالى حادثة بناء الأهرامات، بتيجي تبص على بناء الأهرامات المصرية هتلاقي كلام مثلا يقول لك ده الجن اللي عملها، ده الفضائيين، ده بني إسرائيل لما كانوا عبيد، مع العلم إن بني إسرائيل دول كانوا موجودين والأهرامات أساسا قبلهم ب20,000 سنة ولا حاجة، يعني الأهرامات كانت موجودة قبلهم ب20,000 سنة. ليه؟ ال القصة اللي هم حاكيينها عن بناء الأهرامات تخريفية بالكامل، بس أنت مصدقها. ما بيجي ناس تانية ما بتصدقهاش، بيضطر يحطوا بقى أي تخريف من عندهم، كل واحد يقول أي حاجة، كل واحد يخرف زي ما هو عاوز. ليه؟ لأن أنت حاطط نظرية مهلهلة، نظرية ملهاش قيمة، فكل واحد بيحط أي فكرة بقى من عنده. طب طلع التاريخ الحقيقي. لا والله بلاش التاريخ الحقيقي، بعد إذنك بلاش التاريخ الحقيقي. ليه بقى بلاش التاريخ الحقيقي؟ لأن هيهد كل حاجة، هيهد السياسة، هيهد النظام العالمي، هيهد كل حاجة. التاريخ الحقيقي لو اتعرف أو الناس آمنت بيه هتشوف كل حاجة في الدنيا من بشكل مختلف تماما. عشان كده لما باجي احكي لكم في التاريخ واقول لكم ده كان في تماثيل بتقبض على المجرمين، هي مش تماثيل، هي آلات طبعا، بس المؤرخين عشان شافوا تماثيل ف ذكروها باسم تماثيل، هي بتبقى روبوتات او حاجات اكثر تطورا في الزمن السابق. يجي واحد يقول لك انت بتحكي قصص قبل النوم، مش قادر يتخيل، مش قادر يصدق. ليه؟ الفكرة النمطية اللي في دماغه ان القدماء دول كانوا ناس بدائيين. ناس بدائيين ايه بس؟ فكر شوية، اذا كان احنا في العصر اللي احنا بنقول عليه ان احنا وصلنا لقمة العلم وقمة التطور بنعمل كل الذنوب اللي عملها البشر السابقين، والله سبحانه وتعالى لم ينزل بنا اي عقاب سماوي. عارفين ليه؟ لان القدماء كانوا يستحقوا عقاب سماوي، ما هو مين اللي هيقف قصادهم؟ يعني احنا في زماننا الحالي الله سبحانه وتعالى عهد الى المؤمنين والمسلمين ان هم لو وقفوا وقفه قويه هينصر على هؤلاء اعداء الدين. الازمان السابقه من شده العلم والتطور والتقدم والعلم الرهيب اللي كان عندهم كان لازم يحصل تدخل الهي، ما فيش حد هيقدر عليه، ولو كانوا استمروا كان أضل البشرية لنهاية الزمان. أما إحنا حاليا أعداء الدين بينكروا ليل نهار صباحا ومساء وبيعملوا كل شيء عشان يمحوا الدين ومش عارفين. أما في الأزمان السابقة كانوا مش طبيعيين، إحنا بالنسبة لهم لا شيء، حرفيا لا شيء. عشان كده لما أجي أقول لكم التكنولوجيا اللي كانت موجودة في العصور السحيقة في العصور الأولى ما تستغربوش. حتى هم نفسهم لما بيجوا يصوروا لكم حضارة أطلانتس، طبعا لما بيقول لكم حضارة أطلانتس دي كانت في المحيط الأطلنطي، فبيجوا يذكر حضارة أطلانتس بيذكرها لكم إنها كانت حضارة أسطورية عجيبة ليس لها مثيل. هم عارفين رغم إن حضارة أطلانتس المفقودة دي كانت قبل التاريخ، بس يجوا بقى عند قوم عاد، عند قوم ثمود، عند قوم الانبياء، نبي الله ادريس، الانبياء دول كلها، ويبدا يصورهم لكم بقى. حتى الافلام الكرتون اللي احنا كعرب بنعملها، اللي احنا كمسلمين بنعملها، نبدا نصور الناس دي كلها ان هم انا عايشين في الصحراء وكانوا بيهشوا على الغنم وكانوا عايشين في خيم، كانوا عايشين في كهوف. فخلاص الفكره ثبتت في دماغ الناس، فبتيجي تتكلم حد وتقول له يا سيدي ما كانوش الكلام ده كده خالص، ده كانوا قمه في التطور، ده احنا بالنسبه لهم قمه في التخلف، مش هيقدر يصدق. ده كان عندهم وعندهم وعندهم، انت بتخرف. طب ربنا قال ان احنا مفيش عندنا العلم معشار اللي كان عندهم، انت بتفسر غلط. بفسر غلط ايه؟ ده الايه متفسره خالص، هي الايه فيها كلام كتير او قليل علشان تفسرها، ده الايه صريحه مفيش، مفيش خالص. طب شوف حواليك، طب انت قادر تفسر الهرم ده اتبنى ازاي؟ مش مهم، ده هم جابوا شاكوش وازميل وكسروا الحجاره. طب نقلوها ازاي؟ اصل نهر النيل كان بيطلع هناك. طب رفعوها ازاي؟ هذا من فضل ربي. في اجابات غريبه، كلام غريب، تفسيرات عجيبه،
واحنا بنصلي. يعني تخيلوا ان الناس مصدقه ان الاهرامات الحجاره بتاعتها اتكسرت بالازميل والشاكوش، وان هي انتقلت لان النيل كان بيعدي قدام الهرم، وان احنا رفعناها، ان الفراعنه اللي كانوا في احجامنا رفعوها بالحبال، الحجر 10 طن ورفعوه بالحبال وبالبقر الخشب او بالزلاجات اللي بيجرها الصيران، والناس مصدقه الكلام ده. ولما تيجي تقول لهم عن ان هم كانوا بيمتلكوا علوم متطوره وتكنولوجيا اكثر تفوقا من اللي احنا بنملكها بمراحل، يقول لك انت بتخرف، هات لي مصادرك وانا اجيب لك مصادري، هجيب لك مصادري تحلف لك مثلا. طب ما تفكر، فكر يا سيدي معايا، فكر وابحث، فكر ودور، فكر بعقلك، شوف كل حاجه حواليك من الحضارات اللي تركتها القرون الاولى، هتلاقيها هنا احنا عاجزين عن تفسيرها، مش عاجزين ان احنا نعمل زيها، ده احنا عاجزين عن تفسيرها. فازاي تقول عليهم ان هم كانوا متخلفين؟ ازاي تقول ان هم كانوا بدائيين؟ ما هو انت كده بتفتح المجال للناس بقى اللي بره يقول لك ده الجن عملها، ده الشياطين اللي بنوها، ده المخلوقات الفضائيه وشويه التخاريف اللي احنا بنسمعهم دي. عليكم السلام وبركاته. فعلا كلام مظبوط. النيل كان 7 افرع، وهنذكر لكم طبعا الافرع بتاعه النيل في وقتها. اللي انا عاوز افهمه لكم واكد لكم عليه باستمرار ان الادله على وجود هؤلاء القدماء كانت موجوده في كل مكان، لكنهم بينكروها بكل الاشكال والالوان. علشان كده انا عاوزكم تنشروا الحقيقه، تعرفوا الناس. طبعا انا عارف ان احنا كلنا لا نحقق اي شيء على المستوى المادي من اللي احنا بنعمله، لكن قول الحق اهم بكتير جدا من ان احنا نحقق ارباح. لو انا او انت طلعنا دلوقتي عملنا قناة ترندات، اتكلمنا في الهيافات، اتكلمنا عن الاخبار الهبلة، عملنا سباقات، اتكلمنا في الطبيخ، هنحقق ارباح ضخمة جدا. لكن لما بنتكلم في الكلام ده بيحظروا الفيديوهات، بيحظروا الارباح، بيحظروا الصوت، بيحظروا كل حاجة، بس في مكسب اكبر، ان انت بتنقل الحقيقة، ان انت بتوعي الناس، ان انت بتنشر الحق في زمن الباطل دخل في بيتك، دخل في بيتك ونام في فرشتك واكل في اكلك. الباطل بقى في كل حاجة، في كل حاجة، فاحنا لازم ننشر الحق بكل الطرق. معلش انا عارف ان انا كل فيديو بزن عليكم في نفس الكلمتين، بس هفضل اقولهم باستمرار، لاني لا طائل، لا طائل من كل الكلام اللي احنا بنقوله ده لو ما قدرناش نوصله لاكبر عدد من الناس بكل الطرق بكل الاشكال. يمكن في ناس منكم تكون عندها الامكانيات ان هي توصل الصوت، توصل الرساله، توصل الفيديوهات، توصل الكلام. انا عارف ان احنا بنتشتم، وعارف ان احنا بتقال علينا مجانين، وعارف ان احنا الناس بتقول، عارف كل الكلام اللي بيتقال علينا، بس احنا احسن من الانبياء اللي اتقال عليهم اكتر من كده. ده الانبياء اتقال عليهم، ده نبينا خير البشر اتقال عليه شاعر، اتقال عليه مجنون، اتقال عليه كاهن، اتقال عليه يعني كلام مفيش حد مننا هيقبله على نفسه، واستحمى ولوحده ولوحده وكمل لغايه ما بقى مين معاه صحابه، وربنا نصر الصحابه، والصحابه انتصروا بعد كده، وفضلت واحد غير الدنيا حتى الان. هتقول لي نبي الله سبحانه وتعالى ينصر الحق، الانبياء كانوا ائمه الحق فنصرهم الله، اما احنا دورنا ان احنا نقول الحق، مش عاوزين منهم حاجه. هيقولوا لنا والله الفيديوهات بتاعتكم دي مش هتاخد منها ارباح، مش عاوزين. والله الفيديوهات بتاعتك دي احنا هنخلي عدد المشاهدات ليها يقف عند 1000 مشاهده، ال1000 اللي شاهدوا الفيديو ده هياخدوا الفيديوهات ويحطوها في اماكن تانية، المهم ان الحلقه توصل.
لكن هنفضل واقفين مكاننا وبنتفرج وساكتين فاحنا علينا اسم كبير. وهرجع تاني احكي لكم قصة الملائكة عندما ارسلها الله لتخسف باحد الامم، اذكرها لكم في فيديو من الفيديوهات. ارسل الله سبحانه وتعالى الملائكة لتأتي بهذه الامة رأسا على عقب، فالملائكة وجدت فيها رجل يؤمن بالله ويعبده حق عباده، فعادت الملائكة الى الله وسألوه أن نخرجه منها، هو رجل مؤمن، نخرجه وبعدين ننزل عليه العذاب. الله سبحانه وتعالى قال لهم ابدأوا به فقد رأى المنكر ولم يقمعر وجهه، يعني شاف الغلط وما تضايقش، شاف الغلط ولم يدعو الناس. تخيلوا بقى هذا المؤمن هيكون أول الناس اللي تتخسف فيه بأمر من الله سبحانه وتعالى. إحنا بقى هيحصل لنا إيه؟ مش مهم إحنا هنحقق إيه في الدنيا، مش مهم احنا هنكسب ايه من ورا اللي احنا بنعمله. يمكن انا اكون بنشر الرسائل بتاعتي دي وانا عارف والله واعذركم بان انا بتكلم بامكانيات شديدة الضعف، انا عارف ان الصوت ضعيف ورديء، وعارف ان الكاميرا اللي بصور بيها قمة في الرداء، وادوات الاضاءة قمة في الضعف، وعارف ان انتم بتتحملوا مشاهدة فيديو انا شخصيا مش هتفرج عليه بسبب الرداء. انا بقول لكم الصراحة، بس هنعمل ايه؟ هنستنى لما تبقى في امكانيات عشان ننشر الحقيقه؟ مش هنتكلم. هنستنى ان اليوتيوب يجيب لنا ارباح عشان نجيب امكانيات عشان ننشر الحقيقه؟ مش هيجيب. يبقى كل واحد فينا يقوم بدوره، كل واحد فينا ينشر الحقيقه بامكانياته زي ما انتم شايفين الصوره قدامكم على الشاشه. اكيد انا لو املك جوده افضل من كده هعملها، معنى ان انا بنشر لكم بالجوده اللي انا بنشر لكم بيها الفيديوهات دي، ده معناها ان دي اقصى امكانيات انا املكها. فمعلش انا بعمل في اضعف الامكانيات، شغال وبوصل لكم الرساله في اضعف الامكانيات، بتعب كتير جدا في ان انا احول الامكانيات الضعيفه دي لشيء من اللي انتم شايفين. فدوركم بقى ان انتم تشاركوا الفيديو، تبعتوا الفيديو يوصل لكل الناس، تكلموا اهاليكم وجيرانكم وتقولوا لهم اصحوا فوقوا، بلاش تتفرجوا على الزيف. تلاقي واحد بيتفرج على ماتش ومتعصب ومتعكنن وفرحان جدا بالجون اللي جه، قول له اللي جاب الجون ده مش هياكلك ولا يشربك، قول له اللي جاب الجون ده بيتوهك، قول له اللي جاب الجون ده بيجيب الجون فيك مش ليك. هيقول لك ده بلدي بتنتصر. بلدك بتنتصر في ايه والله؟ تنتصر في ايه؟ تنتصر في جاب الجون؟ ده احنا الامه العربيه كلها راحت الاولمبيات اللي فات، رجعنا 22 دوله ما جبناش ميداليات قد اقل دوله في العالم ما جابت. ده احنا بقينا اضحوك في وسط البشريه. لو البشر جم شوفوا احنا قد ايه بنقطع نفسنا في الرياضه مش هيشوفوا الميداليات اللي احنا جبناها. فشل في كل شيء، فشل في كل شيء، واحنا عارفين ومتاكدين ان كل اللي راحوا البطوله الاولمبيه دي عبارة عن وسايط وحبايب، والله أعلم بقى الاختيارات بتتم على أساس إيه، أكيد أنتوا عارفين. وفي النهاية فشل، وفي النهاية خدوا فلوس، وفي النهاية أنت اللي بتدفع إيه؟ وبتحرق في دمك كمان، بتحرق وبتدفع في دمك، بتحرق في دمك وبتدفع فلوسك وبتضيع وقتك وبتضيع عقلك وبتضيع الأجيال اللي جاية بلا مقابل. وفوق كل ده بقى اركنه في جنب، هتيجي يوم القيامة تتحاسب على كل ده. ما هو انت مش هتقف قدام ربنا يوم القيامة يعني وربنا يسألك انت عملت ايه؟ قول له انا كنت بشجع بلدي في الاولمبياد، كنت بشجع الساعتين دول فريقي في الكورة، ده انا كنت بتفرج على الترند، انا كنت بتفرج على الفيلم الاجنبي، ده انا كنت مش عارف بعمل ايه. ضيعت وقتك، ضيعت عمرك، لفت ولا افدت. اقرا كتاب، اقعد مع اهل بيتك، رجع صلة رحمك، كلم مع جيرانك، رجع الود ما بينك وبين اهلك. لما تدخل بيتك وتلاقي كل واحد ماسك تليفون، اللي بيتفرج على التيك توك واللي بيتفرج على الفيسبوك واللي بيتفرج هنا، خدوا منه وقول لهم تعالوا نقعد مع بعض، تعالوا نتكلم، تعالوا نفهم، تعالوا نتعلم، تعالوا نقرا، تعالوا حتى نذكر ربنا. اي حاجه اعملوا حاجه مفيده تفيدك في اخرتك او في دنيتك. لكن ايه فايدة ان احنا بنتفرج على التاريخ القديم وبنولول عليه؟ ايه فايدة ان احنا بنعرف حصل لنا ايه في تاريخنا القديم وما بنطبقش، ما بنستفيدش منه؟ ما احنا لازم نستفيد.
لازم نعرف احنا اللي بنعرفه ده ليه. لا لازم نعرف اللي بيغيبونا بيغيبونا ليه. لازم نعرف احنا مطلوب مننا نعمل ايه ونتحرك. كل واحد يتحرك بقدرته، كل واحد يتحرك في حدود امكانياته. لكن هنفضل بقى كل واحد فينا مستني من الاخر يتظبط لوحده وان الاخر اللي يعمل؟ كل واحد فينا مستني المهدي المنتظر؟ كل واحد فينا مستني الشخص البطل اللي هيجي يغير الكون؟ والله العظيم ساعة ما ربنا هيظهر الشخص اللي هيجي يغير الدنيا للأصلح، هنكون احنا يا تحت التراب يا بنتحاسب، يا هنكون احنا في الفئة الضالة اللي ضد الرجل الصالح ده. احنا ما عملناش حاجة نستحق ان احنا نكون فيها معاه. عملنا ايه عشان نبقى واقفين في صفه؟ ايوه لازم كلنا نفيد نفسنا، نفيد بلدنا، نفيد، نعمل حاجة، اتعلم، طلع ابنك عالم. لو انت صغير في السن طلع نفسك عالم، افيد بلدك، فيد امتك، فيد شعبك. ما تضيعش وقتك في حاجات ملهاش قيمة. ما تخليهمش يغيبوا عقلك، ما تخليهمش يغيبوا ضميرك، ما تخليهمش يخلوا اكبر اهتماماتك فلانة طبخت ايه لحماتها، ولا عملت ايه في فرحها، ولا كسبت ايه في كلام الفرق. ده ما ينفعش يكون اكبر اهتماماتك، ده عيب. ده بيقللوا والله من قيمتك، وبيقللوا من عقليتك، وبيقللوا من شخصيتك، وبيقللوا من كل حاجه. وبيسرقوك، وبيحرقوا دمك، وبيضيعوا وقتك، وبيضيعوا دينك، وبيضيعوا دنيتك، وبيضيعوا كل حاجه. اللهم قد بلغت، اللهم فشلت، اللهم قد بلغت، اللهم فشلت، اللهم قد بلغت، اللهم فشلت. نتقابل بكره ان شاء الله على خير وبألف سلامه يا رب، وان شاء الله بكره يكون احسن من النهارده. السلام عليكم ورحمه الله.